وللحديث عن الحشد الشبكي بصورة مفصلة ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الأستاذ عبد الوهاب القصاب. أستاذ قصاب، مرحبا بكم. يعني كما استمعت، عبد المهدي يقرر إخراج الحشد الشبكي من سهل نينوى، ردة فعل الميليشيات كانت بإغلاق شوارع منطقة الشلالات الواقعة في مدينة الموصل. أستاذ عبد الوهاب، بأي عين تنظر إلى فعل الحشد الشبكي؟ يعني مرحبا بك سيدي الكريم. الأخوة المستمعين، حقيقة هذا يعني شيء متوقع من هؤلاء، ذلك لأنهم يعني مؤسسة خارج القانون، يعني ليس هنالك إطار قانوني حقيقي لهؤلاء بالذات الشبك، ليش الشبك سموا تحت اسم الحشد العشائري الشبكي، و الذي يلفت النظر أن يعني منطقة الشلالات هي ليست منطقة سكن هؤلاء الناس. يعني هنالك قرى منتشرة جنوب الموصل سكانها الشبك، ولو حاولنا أن نذهب عميقا في التاريخ لنعرف من هم هؤلاء. هؤلاء هم بقايا جيش نادر شاه الذي حاش الموصل، فشلوا وانهزم في نهاية القرن الثامن عشر، لذلك فهم يعني أغلبيتهم ليسوا من أصول عراقية حقيقية، ليسوا كرد وليسوا عرب وليسوا، وإنما خليط من كل الأجناس التي سارت خلف جيش نادر شاه، وهذه حقيقة مثبتة. طيب أستاذ عبد الوهاب، لو تطرقنا إلى ما تقوله ميليشيا الحشد الشبكي، يقولون بأنهم سيبقون معتصمين حتى إلغاء قرار إخراج اللواء 30 من سهل نينوى. من أين تستقي الميليشيات هذه القوة؟ هل أصبح وعد القد فوق الدولة، فوق القانون، إن كانت هناك دولة وإن كان هناك قانون؟ يعني هذه ما قام به القد هي رسالة مزدوجة، واحدة منها أنه تتعلم أنه وضع على قائمة العقوبات الأمريكية، و كان البنك المركزي العراقي ملزما بأن يتماهى مع هذه العقوبات، وأبلغ المؤسسات المصرفية الموجودة في العراق بإيقاع الحجز على أموال هؤلاء الأربعة الذين أحدهم حنين القد. فإذا هذه الرسالة رقم واحد، كأنه يستعين بالقرار الذي صدر. والرسالة رقم اثنين هي أن هذا هنالك من هو أقوى من 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 رئيس الوزراء في العراق، والذي هو أقوى من رئيس الوزراء في العراق هو الجنرال الحاكم العام قاسم سليماني، الذي تستند إليه كل هذه الميليشيا. طيب أستاذ عبد الوهاب، تعتقد يعني أن إيران ربما قد أعطت الضوء الأخضر للميليشيات التابعة لها، وذلك من أجل زعزعة الاستقرار في العراق؟ العراق هو الساحة الأخيرة كما سبق ولي وأنت داخلت على قناتكم المؤخرة. العراق هو الساحة الأخيرة التي ستقاتل إيران فيها عن مصالحها، ما حققته في هذه المرحلة، مرحلة التراخي، مرحلة التشرذم العربي، مرحلة تفكك مجلس التعاون الخليجي، ومرحلة التغول الأمريكي الذي لا يفهم أو لا يفهم أبعاد المخططات الأساسية لإيران في المشرق العربي. ولذلك أنا أؤيد نعم أن ما تقوم به هذه الميليشيات هو بأمر وبتوجيه من إيران بإثبات أنهم هم الأقوى على الأرض، عندئذ لن يجرؤ رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس البرلمان بتحدي هذا النفوذ. ولكن ألا تعتقد أن هذه الخطوة، خطوة تمرد الحشد الشبكي وخروج ربما يصفه البعض خروجا من عباءة إيران، هل برأيكم سيؤدي إلى زعزعة الأوضاع داخل الحشد الشعبي نفسه؟ من الذي يقول أنهم خرجوا من عباءة إيران؟ الحشد تحت العباءة الإيرانية. طيب. فهي عبارة عن تبادل أدوار، هي إثبات وجود. يحاول رئيس الوزراء نتيجة الاجتماع الذي جرى بين الرئاسات الثلاثة النائي بالعراق عن المشكلة الأمريكية الإيرانية، النائي بالعراق عن هذه المشكلة يقتضي أن يتم السيطرة على الحشد الشعبي، والسيطرة على الحشد الشعبي هي مطلب إيراني نقله وزير الخارجية بومبيو عندما اجتمع برئيس الوزراء.
طيب أستاذ قصاب، برأيكم ما هي الحلول كي تسيطر حكومة، على أقل تقدير لا نقول الدولة ولكن نقول حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على الحشد برمته؟ هل هناك حلول منطقية مقبولة في الوقت الراهن؟ يعني الحلول واضحة، هو كف التدخل الذي تقوم به الجهة التي تسيطر على الحشد، وهي بشخصية دعهم يعتبرون أن قاسم سليماني شخصية غير نون بيرسونا نون غراتا. يعني هو المشكلة أنه أن تكف النفوذ الإيراني ممثلا بقاسم سليماني على هذه الميليشيات، وهو حسنا فعل حقيقة. عبد المهدي حاول من بأضعف الجهات التي هي ميليشيا الشبك، يعني حاول أن يكف تأثير هذه الميليشيات، لو نجح لراكم على نجاحه، لكن يبدو أن حتى هذه الخطوة المتواضعة لم يكن ناجحا فيها. الحل واضح، أنه يكون هنالك إجماع عراقي داخلي على كف النفوذ الإيراني عن العراق. وأنا أعتقد، يعني أنا أعتقد هنالك من أو يعني يرفع العلم الأحمر ويقول أن هذا مستحيل، هو ليس مستحيل، هو معقد، هو صعب، نعم. لكنه لو قررت الحكومة العراقية ككتلة ولتذهب إلى مجلس الأمن، ولتذهب إلى أي جهة، أنه هؤلاء الناس يتدخلون بشؤوننا. عندما ترى أن هنالك حديدة حارة كما نقول نحن العراقيين. من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الأستاذ عبد الوهاب القصاب، شكرا جزيلا لكم.